اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك جديدنا. يقدم نيمار أداء مميزا جدا منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيف الماضي، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم خلال 4 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي. وأثار نيمار ضجة كبيرة برحيله عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، صفقة غيرت ملامح السوق بشكل كامل. أرقام نيمار التهديفية ليست الشيء الوحيد الذي يميزه في الباريسي، وهو يمتلك أيضا أرقام مرعبة أخرى من حيث المراوغات الناجحة، وتمكن المهاجم البرازيلي من إكمال 39 مراوغة ناجحة بقميص باريس سان جيرمان بمعدل 9.8 مراوغة في المباراة الواحدة، وهو رقم يتفوق فيه على جميع اللاعبين بالدوريات الأوروبية الكبرى، ويعد زميله ليونيل ميسي الأفضل في الدوري الإسباني ب19 مراوغة ناجحة، لكنه يأتي خلف نيمار في المرتبة الثانية على مستوى الدوريات الأوروبية.